مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، نحييكم ونرحب فيكم عبر برنامج هذا البرنامج مصل دربلدينج اللي يطل على قناة كويت سبورت، قناة ثالثة الرياضية. ومثل ما عودناكم هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم رياضة كمال الأجسام. اليوم عندنا موضوع جدا شيق ومهم ومهم، وأنا أدور هالموضوع دوارة من زمان. تبي تعرفون أكثر عن موضوعنا لحلقة اليوم؟ خلكم معنا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل. خلوني أرحب باسمي وباسمكم في ضيفي العزيز والغالي كابتن محمد النقي. نقول لك مساك الله بالخير، نورنا ومشرفنا يا محمد. وانت باللون الأسود حلو، باللون الأسود حلو، البس وغير بالألوان على راحتك. جميل، تبارك الله، ربي يحفظك يا محمد، وأنا أتعلم واستفيد منك الكثير. كابتن محمد، احنا متعودين طبعا في بداية كل حلقة عندنا فقرة السوشيال ميديا. كثير من الأسئلة تجينا عن بعض مشاهير السوشيال ميديا، ما نبي نقول الكل، لكن انتشروا وبكثره يا محمد. والله الحق علينا يا أيوة. جاسم، فالفتره الاخيره للامانه قاعد نشوف مشاهير السوشيال ميديا، ما يعني انت مالك صله، انت لا انت دكتور ولا انت لاعب كمال اجسام ولا انت مالك بالرياضه اصلا، ولا لك بالرياضه اساسا. بعض المنتجات يصورها يا جماعه على مسؤوليتي الخاصه، واكلوا هالمنتج هذا، ترى هالمنتج هذا يطيحكم 16 كيلو. يا جماعة على مسؤوليتي الخاصة، اخذوا كلام هالدكتور الفلاني، ترى 100% ينزلكم الوزن الفلاني. اليوم السوشيال ميديا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، قاعد نشوفهم بالسناب شات، بالانستغرام، بالتيك توك، والبرامج هذه انتشرت وبكثرة. في ناس يعطيهم الصحة والعافية للأمانة قاعد يوصلون رسالة جميلة، صحيح، وهم قلة قليلة يعني للأمانة، وانتشارهم قليل، مشكلة لأنهم صجيين. بالضبط، لأنهم صجيين. الحين أغلب مشاهير السوشيال ميديا بشكل عام كلهم الله واو حلو، كلهم لأنه مدفوع له، فلازم أنت تمدح. صح، شنو الوضع اللي قاعد نشوفه محمد اليوم؟ شلون أنا أقي نفسي من هالناس هذه؟ شوف، انت ممكن انا الناس اللي داشه مثلا بعمق وفاهمه شنو قاعد يصير بالسوشيال ميديا، انت تدري السوشيال ميديا وصل للحد ان انا ممكن غير اني اشتري الفولورز او المتابعين، اقدر اشتري هم المشاهدات، اشتري التعليقات. يعني انت تبي احد التعليقات زينه، ممكن تشتري التعليقات. فانا لما كل شيء صار بالماده، فانت تخيل تدش اكاونت شخص تشوف عنده 100,000 200,000 تعليقات وفيو عالي، وقاعد يقول معلومه. طيب انا بيني وبين نفسي بيصير، يعني انا اكيد هذول الناس كلهم قاعد يقولون كذي. أيوة. انا بقول غير هالكلام، لا اكيد كلامه صح، حتى لو كان في شخص ثاني وهو فعلا ومتخصص ويكون بمجاله وقاعد يقول شيء، بس انه عنده نسبه مشاهده اقل او عدد متابعين اقل، لا ما صدق هذا، ايش عرفه؟ أيوة. تصير الفكره ان الاشهر فصار التارجت بالفيو، عدد الفولورز بالمشاهدات، والناس والله بالسوشيال ميديا هذا ترند، هذا صاعد، هذا الكل يسولف عنه. زين، احنا ليش ما نقول مثلا اي معلومه يقولها شخص سواء مختص او غير مختص، انا اقرا عنه موضوع خلاص. الحين ليش يسمونه تليفون ذكي؟ فان انت وانت قاعد بمكانك المعلومه ثقيله عندك، فلما يجي شخص نفس ما قلت انت بالبدايه يكون غير مختص بس عنده عدد يعني متابعين، عنده بيس عالي، عنده نسبه مشاهدين متابعين يوميا. زين، كل ما يحط نزل شيء ناس تعليقات، لدرجه ان انت لما تبي تكتب شيء تبي تخالف، لا تشوف هجوم عليك، حتى لو انت قاعد تكتب شيء صح. فانت تخيل انه يقوم هذا الشخص يسوق حق اي شيء، او يكون مو تسويق كثر ما انه يكون ضد مثلا منتج، يجيب مثلا يقول لك مشروبات الطاقه مضره. زين، انت لما تتكلم عن ضرر الشيء، هل انت اوكي قلت لنا مثلا ملخص الدراسه اللي انت قريتها بتقول ضرر الشيء هذا؟ لا، يعطيك انه مضر، بس الدراسه تقول لكميات مثلا هالكثر. أيه. وانت ما راح توصل، هو يعطيك رؤوس اقلام، ما يعطيك الموضوع كامل، ما يعطيك كامل، يقول لك لا تشربون، لا تسوون، لان هذا مو زين. فالناس لما تقرا، والمشكله محمد الناس تتبعهم طبعا. يعني هني النقطه. أيوة. يعني الرك مو على المشهور نفسه، الرك على الناس، على الناس، الناس تسمع. صح، تصدقك. صح، خلاص، فانت اي كلمه تقولها الناس مصدق انت عندهم. وبالمقابل ترى انت، انا اقول لك في اشخاص ترى يقول مو مختصين، في اللي يكون تشوفه لاعب ما شاء الله عليه جاهز ومجهز، بس من تصير عنده سالفه السبونسر مثلا. أيوة. نقول ايه مطعم مو الكل، طبعا في بعض منهم اللي يقول لك هذا كيدفع لي شنو ما كان، راح يحط من وجبات ولا اكلات،
بمدح وبصور كل يوم، بس تلقاه هو خلف الكاميرا ما ياكل الاكل هذا، بس انه شنو يسوق له، لانه بالنهايه قاعد يكسب وقاعد يفيد الشخص اللي قاعد ياخذ منه من المطاعم. بس انت تعال اخذ من زين المطعم هذا، انت تجربتك الشخصيه جرب وشوف، راح تشوف انه لا له علاقه بالصحه ولا صحي ولا شيء. انا خل اعطيك محمد موقفين. تدري صاحب شركه كوكاكولا، هذه معلومه صجيه وروح ابحث عنها. تدري صاحب شركه كوكاكولا ما يشرب كوكاكولا؟ هذه ما ادري فيها. هو صاحب الشركه ما يشرب المنتج هذا. تدري في يوم من الايام كريستيانو رونالدو كان قاعد وكان عنده مؤتمر صحفي، شال بس الكوكاكولا وقال بدال هذا بدلوه بالماي. تدري شنو صار باسم الشركه؟ طاحت اسم الشركه والله العظيم. فاليوم مشاهير العالم بشكل عام او السوشيال ميديا، انت اليوم ترى وايد ناس قاعد تتبعك. صح، في ناس صغيره، في ناس كبيره، في تين ايجرز، في كبار بالعمر، في ناس ما راح تركز بالكلام، يعني بس فلان قال خلاص انا راح امشي ورا فلان. فدائما يا جماعه تحروا الدقه، ودائما اخذ المعلومات من المصادر الرسميه. صح، لا تسمع لا كلام واتسابات ولا كلام بعض المشاهير. ذوي الاختصاص، ذوي الاختصاص. اليوم انا ما افهم بالحديد او مارست هذه الرياضه، لكن لازلت فقير بالمعلومات، اسال منه؟ ذوي الاختصاص، اسال الناس اللي فاهمين، اسال الناس اللي لها خبره. مو كل من خذ على شهادة أو عنده كرت احتراف أو عنده بطولة معناته ترى هذا نمبر 1. لا، مو صحيح. أنا اليوم أستفيد من الناس اللي هم متمرسين أكثر مني. بالضبط، بالعكس. بالضبط. هذا شيء وايد. اليوم ممكن واحد فاهم ما عنده لا كرت احتراف ولا بطولة ولا دورة، أنا أستفيد منه أكثر من هذا. بالضبط. فسبحان الله، إن شاء الله نتمنى الرسالة هذه توصل حق سائر المشاهدين، وإحنا بالنهاية نتمنى الخير للجميع، ما نبي أحد يطيح باللي إحنا طحنا. ما نبي والله. يطول عمرك يا محمد، قواك الله، مشكور وما قصرت يا الغالي. ابتدي أعزائي المشاهدين، كون وصلنا لختام وقفال حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات القيمة ومن الكابتن محمد النقي. نلتقيكم باكر إن شاء الله، في أمان الله.